فريق الهلالي قبيل هذه المباراة. أستاذ سامي رحب فيك، حياك، أجواء حلوة إن شاء الله. إي والله إن شاء الله الحمد لله. شوي هوا ها؟ يعني هو عادي، كان في شوية مطر بس الحمد لله مطر زين. حدثني من داخل غرفة الملابس، ما هي أجواء الهلاليين؟ أجواء تفاؤل كبيرة إن شاء الله إن شاء الله. اليوم الكل في الهلال كإدارة كمسؤولين يقول بأنه إذا فاز الهلال فاز بلاعبي، وإن حصل أي شيء آخر الكرة في ملعب اللاعبين في ظل هذه الأجواء والتهيئة لمثل هذه المباراة. كرة في الملعب مع اللاعبين وإن شاء الله بنحسمها بإذن الله تعالى. هل أنت لديك إحساس معين في هذه المباراة؟ كل ما سألت واحد من اللعيبة من الإداريين من المجموعة اللي معانا كلهم متفائلين وأنا عندي نفس الإحساس. في القائمة الأساسية التائب في الاحتياط، هل لديك خبر سألتم مثلا لماذا هو في قائمة البدلاء؟ والله تكتيك المباراة يحتم، يعني أنه مدرب شايف يعني حاجة معينة ويمكن الشوط الثاني ينزل. نالك التوفيق أستاذ سامي. نالك، شكرا. شكرا للأستاذ سامي أبو خضير.